وإلى البورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها بختام التعاملات اليوم الثاني على التوالي، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 673 مليار و400 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 9 مليارات و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند مستوى 10,036 نقطة، ليغلق عند مستوى 10,036 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.87%. أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة فقد فتح اليوم عند 2,781 نقطة، ليغلق مرتفعا بنسبة 3.14% ومحققا 2,837 نقطة. أما عن مؤشر الشركات الأوصى نطاقا إي جي إكس 100 فقد فتح اليوم عند 2,667 نقطة، ليغلق عند مستوى 2,742 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.84%. ومن البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 18 جنيه 64 قرشا، سعر البيع 18 جنيه 75 قرشا. بالنسبة لسعر اليورو 20 جنيها للشراء، وسعر البيع 20 جنيه و13 قرشا. نصل الجنيه الاسترليني 23 جنيها و39 قرشا. بالنسبة لسعر الشراء، سعر البيع 23 جنيها 52 قرشا. بالنسبة للعملات العربية، نبدأ بالدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيهات 7 قروش، وسعر البيع 5 جنيهات و10 قروش. واخيرا سجل الريال السعودي سعر شراء وصل الى 4 جنيهات 96 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات 99 قرشا.